أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فيه صاحبه: قال أحدهم إن اصطلاح الفقهاء هذا بلد كفر وهذا بلاد إسلام أنها خارطة نفسية يجب أن تغير، وأن العالم صار له بلدان عظمى تقوده، ما رأي فضيلتكم فيما فيه؟ وأنتم تسمعون الكل ما يقال، اتركوا الأقوال هذه، اتركوا لما تصدر عن أهل العلم معروفين بالعلم، لا تشتغلوا بأقوالهم ولا تشكل عليهم، هذه من الخرافات ومن الكلام الفاضي، والقول على الله بلا علم لا يشكل عليكم مثل هالكلام أبدا. معروف أن انقسام البلاد إلى بلاد إسلام وبلاد كفر هذا من قديم الزمان، دار الإسلام ودار الكفار هذه معروفة عند المسلمين وفي كتب الفقه، يجي واحد مخبل أو جاهل في آخر الزمان ويقول امسحوا التقسيم هذا ويشكل عليه، نقول لا نمسح عقلية كانت ممسوحة أنت بشيء. نعم.